السعودية العريقة جدا. المنتخب الأول بثلاث ألقاب آسيوية، منتخب الشباب بمثله ثلاث ألقاب آسيوية، ومنتخب الناشئين في بطولتي 85 و88. يبقى الأمل معقول على إكمال آخر جوهرة في العقد، منتخب الأو 23، منتخب الأولمبي، منتخب الأخضر السعودي. انطلاقة المباراة، الكرة في بداية سعودية لحراسة المرمى نواف العقيدي، رقم 13 حمد اليامي، 12 متعب الحربي، 23 السعود عبد الحميد، 5 حسان تنبكتي وهو القائد وإن شاء الله يرفع الكأس الغالية، 6 إبراهيم محنشي، رقم 8 حامد الغامدي، 15 حسين العيسى رليف، رقم 23 بورييف، 10 جلال الدين. وبسلاح الجمهور أكثر من 30 ألف في استاد المباراة شوم، هي طبعا من خريجي مدرسة، رجعت لتتسلطن، رجعت لتسيطر على القارة. حسان تنبكتي وفراس ويحيى، نقول لكم ماذا فعل المدرب الرائع سعد الشهري. ترجع كرة وسط الميدان، كرة المنتخب السعودي، 5 دقائق لعب في الشوط الأول من مباراة فينال تشقند الآسيوية، تنادي الفريق الأوزبكستاني. الكرة وفي خطة بصافرة المتألق القطري سلمان فلاحي، الكرة بدأت للأوزبك، أوزبكستان يضغطون من الأطراف خاصة من جهة اليمين من جهة حمد اليامي. ترجع كرة ضربة مرمى للحارس نواف العامدي والدفاع، فمش لمسة كوريكت، الحكم صحيح، قرار سي باهي الانطلاق، يمشي بالكرة على طريق حسين العيسى وفي خط، كرة ممتازة، 1 و2، التاكل التغطية ممتازة، الدفاع، كرة تبقى لمنتخب أوزبكستان. ربع ساعة في الشوط الأول، أصفار خطيرة، رد بالك ودي توقيع اليامي، حمد اليامي حذاري، خط منتخب الأوزبكي، يخرج الحارس نواف العقيدي، دناو بثلاث أهداف، كرة خطيرة منطقة الجزاء، ياخذ كرة لا ترجع للحارس ويربح تماس، تماس سعودي، أيمن يحيى لرابع أهداف وأغلى المحنشي، والحارس الحارس ناسدا واللقب المونديالي خطير الآن. الدفاع مراسلين ساهموا في هذه الحرفية، عرضية بريكار الآن بضربة راس، هات الراس، كرة بعيدة، جول أيمن، جول جول، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن، الأخضر يهدد عرين الأسود داخل القلاع، الله على كل تشقند، تمشي لأوزبكستان، أي نهائي مثير، أي نهائي، رد بالك، برافو 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 نواف، كرة طويلة، محاولة المباغتة، حلوة فكرتها ولكن أولمبيك جيمز والنتيجة تألق، نتيجة التألق هذا والاستثمار في الشباب يعذر، الصقور يهاجمون، شوت، واحدة شوت وجول، لا كرة لا ركورنر، ركنية، شوت وفوت، شوت وفوت وكل الحوت يا اليابي، يا مرتين والعراق مرة، خطيرة جدا، نجري، لا في دار الدفاع، يمشي بالكرة بريكانا، حط بطن المدافع، فر سفر، اخرج، نواف العكس، في يدي الكابتن تنبكتي، بالراس ترش مد الغامدي، احمد وصل كرة، يرتبك الدفاع على مستوى المباراة وعلى مستوى النقل التلفزيوني، ويعرف الكرة، ضرب الجزاء وضرب الجزاء وضرب الجزاء، يا سلاك الواحلين يا سلاك الواحلين، قل لي طريقك وين، قل لي يا حبيب الملايين، يا يحيى انت ثعلب وانت ذيب، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، الحكم القطري سلمان فلاحي يزفر ضرب الجزاء، يحيى يحط بفرض وتثبت ام تلغى بملي في استاد الملي، ملي سيحكم بركلة الجزاء، نعم او لا سنرى. ألغيت ضربة الجزاء، ألغيت ضربة الجزاء، ألغيت ضربة الجزاء، حذاري من الكرات الثابتة، حذاري براس، سعودي أموره على مستوى الكرات الثابتة وعدم ترك مجال للأوزبك للتسديد، فإنه بقدرة الله إن شاء الله مربوحة وإن شاء الله زينة. هذا الإنذار
على ماسيا بشكل كبير لأول مرة الجول في الشبكة يا الأخضر. ضاعت كرة الجول ولكن سوهن السعوديين بميداليات رفع الأثقال في مونديال الشباب في المكسيك هذه الأيام. الأخضر والرياضي السعودي صح حلوة برشا عداله حلوة فكرتها لكن الدفاع متفطن. الدب ترجع كرة السعودية كرة في وسط الميدان وفي خطأ الأخضر والجول التسديدة والهدف الأول 1-0 عالمي 1-0 عالمي عالمي. الغامدي أحمد الغامدي جول أحمد الغامدي كجول عاثو. الأخضر زعيم آسيا الأخضر زعيم آسيا جيبها من الشبكة يا نظروف. الثالثة سعيد يا سعد الثالثة يا شهري الثابتة. نعم 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 الهلال لما بقي 20 عام جيت معاه ورجعت له التام دي بالملي. 1-0 السعودية على أوزباكستان. فماش كلام كورة بالروح كورة تمشي والحارس نظر متعب سيندفعون المساحات ستتوفر. ألعب على الكونتر يا الأخضر هذا الغامدي الجوهرة هذا الغامدي الجوهرة. أيو جول أيو جول أيو قتن شي يعمل كيف بدون أخطار رد بالك بين الكوو والقاضية الثانية الأخضر حذاري ما يعديش احسم اضرب يا بريكان اضرب بها من فراس ترجع الكورة فريق الأوزبكي ولا يطول في الكورة. حذاري خطيرة عرضية التغيير الأول من المدرب والضربة القاضية من هجوم مرتدة ومن كورة خطيرة. حذاري من خطورة أجوال وفرصة مثل هذه ممكن تغير كل شيء ولكن قوتهم ما يوزعش تضرب بالراس تضرب كورة من الدفاع كورة ثانية الكورة ترجع أوزباكستان تضغط يسددون محاولة خطيرة جدا من العشرة. جلال الدين نجم الفرقة الأوزبكية جلال الدين نجمي فماش تسلل حذاري خراج له يشوت ويعدل النتيجة يعدلك في أبصاي تسلل سترك يا رب سترك يا رب تسلل على المنتخب الأوزبكي. هي قذيفة هي قذيفة لا تصد ولا ترد رد بالك رد بالك عندك فار إذا عندك حق تاخذه يا نورشايف ما غير نقاش ما غير نقاش ما غير كلام ما غير ما تحدث. يا ربي تسلل حط الكرة حطها يا فراس اضرب يا فراس فراس جول اضرب يا فراس اضرب يا فراس اضرب يا فراس. الثاني 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 خلصوها الكاس رفعوها اسم المملكة علوها بالثاني اثنين بلاد